الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الله. كنت أشعر بخوف شديد عندما عرفت أن من صفات الله سبحانه وتعالى صفة الانتقام، وأنه يعاقب الإنسان المخطئ، فكنت أفكر دائما: أبي، كيف أستطيع أن أنفذ من عقاب الله؟ ولما يعاقبك الله؟ إن من صفات الله الانتقام، وهو ينتقم من المخطئ، والإنسان بطبيعته يخطئ. لا يا ولدي، الله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد، وكتب على نفسه الرحمة، إلا أنه ينتقم من المجرمين والجاحدين لحقه. فطالما أنك تقيم حدود الله سبحانه وتعالى وتتجنب ما يثير غضبه، وتكون عبادتك بين رجاء وخوف، ستكون إن شاء الله في مأمن من عقابه، سواء كان ذلك في الدنيا أو الآخرة، فإن الله غفور رحيم. ولكن يا ولدي، إياك وظلم العباد، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل عقابه على الظالمين. اطمأن قلبي بعد سماعي لكلام والدي، وبدأ أكثر استمتاعاً بالعبادة، وعرفت أن هناك من يأخذ لي حقي إذا تعرضت للظلم في حياتي. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. سمعت الشيخ، يا حبذا لو توضحون إن ما معنى اسم الله المنتقم. دعني أبين بعض الألفاظ قبل أن أدخل إلى اسم المنتقم وذو الانتقام. طيب. بعض الألفاظ كانت تستخدم بمعنى، وغيرت هذه الفترات بمعنى آخر. مثلا الاستعمار كانت تستخدم علما لعمارة الأرض وبنائها، أما الآن فهذا الاحتلال أو أحسنتم للاستبداد وللظلم وللهيمنة. مثلا لفظ الجرثومة، الجرثومة كانت في السابق تستخدم لأصل الشيء، أما اليوم فتستخدم عند الأخوة الأطباء والاختصاص الطبي للأمراض وللأوبئة وما شاكل ذلك. صح، أحسنتم. نأتي الآن إلى المنتقم، قبل لا نذهب إلى ذو الانتقام، باعتبار بلفظتين: المنتقم وذو الانتقام. إن شاء الله يبين كلام بمعنى الانتقام وذو المنتقم وذو الانتقام. طيب. المنتقم، الانتقام بمعنى العقاب. مثلا أعطي مثال: الأب حينما يعاقب ابنه بمعنى أنه ينتقم منه. الانتقام بمعنى التأديب، لا للتشفي ولا لأخذ الثأر. أحسنتم. فحينما نقول الله عز وجل انتقم من فلان، بمعنى أدبه، لا بمعنى أنه تشفى به وما شاكل ذلك. وأخذ رواية عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال: بأبي هو وأمي، إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له، للإمام الباقر عليه السلام، فقال له: جعلت فداك. كن يبين الإمام عليه السلام هذا المعنى الآن المشتبه على بعض الناس.
فقالت جعلت فداك قول الله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما ذلك الغضب يا ابن رسول الله؟ أنا لبالي مثل أنا بعض الأخوة يخابرون بالمناسبة شوية فد مداخلة بسيطة صفر. يقول أنا صرت عصبي غضبت طلقت زوجتي غضبت ضربت ابني غضبت بطلت من الدوام وهكذا. غضبي كغضب الله عز وجل المعصوم يبينه صلوات الله وسلامه عليه. فقال وما الغضب يا ابن رسول الله؟ فقال أبو جعفر عليه السلام هو العقاب. التفت العقاب كما قلنا ما هو؟ هو التأديب لا للتشفي. فقال هو العقاب يا عمرو، إنه من زعم إن لله عز وجل شيء من شيء أو شيء إلى شيء، يعني كان مثلا أنا رب العالمين استغفر الله حاشا الله أن جالس وغضب مثلي ومثلك وأدى إلى أفعال مو حسنة ولا عقلية صح. المعصوم يبين. فقال أنه من زعم أن لله عز وجل قد زال من شيء إلى شيء فقد وصفه وصف المخلوقين، أنزله منزلة المخلوق. كان في حال وتحول إلى ماذا؟ إلى حال آخر. فإن الله عز وجل لا يتنفره شيء ولا يعزه شيء، لا يظلم مثقال ذرة. أحسنتم. إذن الغضب أو الانتقام أو العقوبة بمعنى ماذا؟ بمعنى التأديب والتربية. وعن هشام بن الحكم أن رجلا سأل أبا عبد الله صادق صلوات الله وسلامه عليه عن الله تبارك وتعالى هل له رضا وسخط؟ فماذا قال؟ نأخذ كلام الأم عليهم الصلاة والسلام، قال نعم كلام الإمام الصادق. طبعا يسترسل الإمام، كن نصبر شوي نفتهم كلام الإمام. قال نعم، بس أكيد غير رضا وسخط المخلوق. أحسنتم سيدنا أحسنتم. قال نعم، وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين. لنا لي ولك رضا وسخط، لكن ليس كما هو لله عز وجل كما يقول الصادق عليه السلام. وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين، وذلك أن الرضا والغضب داخل يدخل عليه فينقله من حال إلى حال. الآن أنت جنابك جالس جلسة جميلة لعله فت حركة يجوز أنا مثلا مني ما تعجبك أو فت فعل، تصير عندك حالة من الهدوء. الآن بعد ثواني يصير عندك حالة لعله من الغضب تعصب وهكذا، الله لا يجري عليه هذه الأمور. فقال عليه السلام وذلك أن الرضا والغضب داخل يدخل عليه فينقله من حال إلى حال، معتمل مركب للأشياء فيه مدخل، وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه أحدا. ليس القرآن وإجي الآن القرآن قطع الكلام، قال ليس كمثله شيء. بعد وأحدي الذات وأحدي المعنى، فرضاه الآن يبين المعصوم، فرضاه ثوابه وسخطه عقابه. راح نرجع للعقاب، شنو العقاب قلنا؟ تأديب. أحسنتم. وسخطه عقابه من غير شيء يتداخله فيهيج، يعني هو مو كما قلنا قبل لحظات أنه جالس وتنرفز من شيء أو انزعج من شيء، مثل مدير عام ما عجبه الموظف وفصله بطله سجنوه، لا ما موجود عند رب العالمين، ليس بظلام للعبد. أحسنتم. قال وسخطه عقابه من غير شيء تداخله فيهيجه وينقله من حال إلى حال، فإن ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين. ليلة الجمعة أكو دعاء نقرأ عند حرم أبي عبد الله، قال وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. وقد تعاليت يا رب. أحسنتم جزاكم الله خير. طبعا نعم. إذا تسمح لي نحول إلى ذو الانتقام. نعم تفضل. ذو الانتقام، ذو الانتقام مشتق من النقمة، والنقمة نرجع للأصل وهي العقاب. إذا تسمح لي سيد نذكر ذو هنا صاحب، يعني صاحب السلطة وصاحب القانون والذي يعاقب على الشيء. أخذ كم نص من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. سبحان الله، العزة مع الانتقام. أحسنتم، دائما يذكر العزيز. أحسنتم. كما وردت آيات تشير إلى فعل الانتقام،
مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اجت العقوبة، التفت. وقوله تعالى فانتقمنا منهم فانظر كيف كانت عاقبة المكذبين. نستجير الآن الانتقام نتيجة شنو؟ أفعالهم، كل كذب. فانظر كيف كانت عاقبة. أسأل الله لي ولك وللمستمعين إلهي آمين حسن العاقبة جميعا. نعم سيدنا الحبيب. سماحة الشيخ، هنالك أكيد أنواع للانتقام، أنت ذكرت أن الانتقام وفرقة بين الانتقام الخالق والمخلوق، هل هنالك أنواع للانتقام؟ طبعا أكو أنواع سيدنا العزيز. قبل أن نبين أنواع الانتقام، الانتقام يجي، أنا مهد بالنسبة لي، أنا أمهد أرضية الانتقام، وما ربك بظلام للعبيد. أنا بسبب أفعالي، بسبب أعمالي، بسبب أقوالي، أمهد الأرضية للانتقام. مثلا الانتقام العاطفي كانتقام المظلوم من الظالم والضارب من المضروب. الانتقام القانوني، مثلا القاضي أو الحاكم يحكم على المجرم بالانتقام، لا للتشفي منه بل لإرساء القانون. أو مثلا انتقام الطبيب من المريض، الآن الطبيب لا ينتقم من المريض لأنه للتشفي وللذات، بل لأنه لم يلتزم بالوصفة الطبية ومزق الوصفة الطبية وتسبب بآلام كثيرة. أما الانتقام الرابع وهو المهم، بسبب الأفعال والأعمال، كما قال القرآن الكريم بسم الله، وهذا مهم جدا وأخطر من الانتقام اللي مرت، اللي قبل أن نذكر هذا الانتقام الثلاث. قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعير. الانتقام يأتي بهذا الجانب، ليس كانتقام الطبيب وانتقام القاضي وانتقام الظالم المظلوم من الظالم، بل الانتقام الإلهي. يعني الصنف الرابع هو مختص بالله تبارك وتعالى، مختص بالله على حسب عمل الإنسان. لأنه الله ليس عنده عاطفة حتى يكون القسم الأول. أحسنتم، باعتبار أنه هنا يذكرها فانتقمنا من الذين أجرموا، سبب إجرامهم إحنا انتقمنا، قلنا مهدت الأرضية وأنا مجرم صح، فأصبحت أنا أولى بالانتقام من الله عز وجل أن ينتقم. نعم. لي نعم سمعت الشيخ، الآيات التي دلت على الانتقام تذكرتهم أي أكثر من آية، يعني هنا أكو آيات منحصرة في قضية أنه طبعاً دلت خصوص الانتقام. أحسنتم سيدنا الحبيب، الآيات تأتي على سياق الكلام، يوم اللي ذكرنا بسم الله الرحمن الرحيم فانتقمنا من الذين أجرموا بسبب إجرامهم. ها كل فعلي شنو اللي يستحقون؟ إنا من المجرمين منتقمون. أو تأتي آية أخرى، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. هاي نتيجة عاقبتهم أغراقهم. السبب اللي يقول فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا غافلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نتيجة عمل الإنسان. الانتقام، شو وقت أستحق الانتقام؟ حينما أخرج عن حدود الله عز وجل، كالذي تحدى الله صنع سفينة اسمها المتحدية للقارة تايتانيك، أول رحلة غرقوا بها تشالنجر اسمها المتحدي، وهكذا. نعم. سماحة الشيخ، أريد نختم كلامنا بعلاقة هذا الاسم بالتحديد بسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام الذي نحن بجواره سلام الله عليه. كل من حارب أبي عبد الله الحسين ونصب العداوة لأبي عبد الله الحسين، اقرأ التاريخ، الله عز وجل انتقم من قتلة أبي عبد الله الحسين، وحتى بالكلام، حتى ولو بعد حين سبحان الله، حتى الظلمة وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، واللعن لا يأتي إلا من الانتقام من الله عز وجل إلى الظالمين. نستجير بالله. طبعا إذا تسمح لي سيدنا وعدنا وقت، نعم بدقيقة واحدة أنا أذكر فقط الفوائد، إحنا تعودنا المشاهدين الخواص هذا الاسم، عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال من لم يستطع الصبر على جفاء الخصم، عندي خصم في العمل في أي مكان معين، قال من لم يستطع الصبر على جفاء الخصم فليجعل هذين الاسمين وردين وليقرأهما كل جمعة 600 مرة. الاسم اللي هو المنتقم وذو الانتقام؟ وذو الانتقام. يوم الجمعة حصراً كم مرة يقول الإمام؟ 600 مرة. أو المنتقم يا منتقم وذو الانتقام للخصم طبعاً إذا كان عندي خصم. يعني الإمام حدد اليوم وحدد العدد. أحسنتم. قال ومن واظب عليها كفاه الله شر أعدائه، ثم قال تكرر هذه الجملة 206 مرة أيضاً عن الإمام الرضا، عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وصلى الله على محمد خير وآله الطيبين الطاهرين. شكراً لكم سماحة الشيخ. شكراً حياكم الله سماحة سيد عزكم الله. شكراً طيب الله أنفاسكم.
لقد عمق الدين الإسلامي مبدأ السلام في نفوس بني البشر والتعايش السلمي، وأكد على التراحم بين الناس ونبذ العنف. وعلى الرغم من ذلك، فقد شرع الله سبحانه وتعالى القصص لتستقيم الحياة من أجل ردع الظلم واسترجاع الحقوق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنتقم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، والتي تعني عدم تأخير العقوبة وعدم التهاون في العقوبة بالنسبة إلى من يستحقها. وهكذا كانت سيرته تبارك وتعالى وسنته في خلقه أن يبعث أنبياء مرسلين إلى قوم مبشرين ومنذرين ليبينوا بالحجج والبراهين شرائع أحكامه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته تبارك وتعالى أن يثيب من أطاع ويعاقب من عصى، فهذه سنته تبارك وتعالى. فكان انتقامه من القوم الظالمين بشتى الأنواع، من خسف في الأرض، من رجم من السماء، من ريح صرصر عاتية، من مسخ، من قذف بالحجارة، من أمطار، من هكذا أنواع كثيرة من العقوبات الإلهية، من قمل، من جراد، من هكذا. القرآن يروي لنا كثير من تلك العقوبات التي انتقم بها تبارك وتعالى من القوم الكافرين. ولعل خير شاهد على ذلك ما تبجح به قارون عليه لعائن الله مما أوتي من زينة وملك، ولكن الله سبحانه وتعالى في طرفة عين خسف به وبداره الأرض، فأصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس يقولون يتذرعون بأن الحمد لله الذي لم نؤت مثل هذا الملك وهذه العظمة. لماذا؟ لأنه كفر بنعمة الله تبارك وتعالى وأصر على عصيان أنبيائه، فكان جزاؤه أن يخسف الله سبحانه وتعالى به الأرض. وهذه موعظة وهذه عبرة لمن اتعظ أن هنالك فراعنة وطغاة كان مصيرهم أن يخسف الله سبحانه وتعالى بهم الأرض ليعلي شأنه ويخلد ذكر الصالحين من أوليائه. اللهم ارفعنا عندك وتقبل أعمالنا ببركة محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.